على قرعه ده مستحيل والله. السماء والارض تطبق ما بتبقى الكلام ده. لو كان ابسط حاجه بتبقى الكلام ده كان ناس نافع لنافع اللي اسمه طاحه وناس بشير وكده كان حكمهم. ده كلام ده مستحيل جدا. نحن ما لبتين ننتظر الكلام ده. الحركات ده كله كده بدون استثناء راي واحد. ما في حاجه اي قريه يحرقوها بس بوست بيرفعوا ويقولوا ان الدين والاستنكر يا اخت دين وتستنكر. وده بضرب بالسلاح تدين وتستنكر ده بضرب سلاح وانت لابس كاكي. مفروض والله احترامنا لاخواتنا ولامهاتنا مفروض تلبس توب. ده ما زمن ندين ونستنكر. طيب الحرب دي جوانا بقت شعار الناس زي الليلة يضربوا مساليد بكرة فور. المهم الحرب ده وعد ما في زول يجي يطبل لنا الحركات انه حركة دي كويسة وحركة دي سم. حركات ده كلهم يسحبوا الى مزبلة التاريخ لانه 17 سنة ولا 20 سنة لابسين كاكي يوم واحد ما حاربوا مع الجنجوي. طب اللوم تسلم كثير يا كسر. شكرا لك. تسلم شكرا. الرسالة وصلت. شكرا لكم يا جماعة. الساعة 9 الا 6 دقائق 10 الا 6 دقائق بتوقيت السودان. بيناتنا ساعة. طيب الزول ده قدم دعوة كثير انا ما اعرف. خلينا نرجعه ثاني. طيب. هاي مرحبا بك نختم بك. السلام عليكم. أبارك. إن شاء الله بخير يا كسرة. الحمد لله. تفضل. نخش في الموضوع. لا يا أخي الناس تشيل سلاح بس ما في أي حل ثاني. والزور ما قدر يقاتل يقتلوه يشيلوا حقه بس. لأنه زمان انتهى ننتظر 200 يا كسرة 200 يعني نحن لنا سنين وبيقتلوا فينا كل يوم. بيشردوا فينا ويشيلوا حقتنا انت عارف. معلش للمقاطعه ممكن نخليك تتكلم ولكن في نقطه مهمه جدا عشان انا لو حتى ما اتكلمت بنسى. لو جرينا الموضوع بنسى وبعدك بخليك تعلق لانه انا داير اختم من اللايف. المشكله وين؟ المشكله في ثلاثه مشكله. يشيلوا الارض طوالي جزء من ابناء الشمال بوصلوا البلد وبيطردوا ناسنا القاعدين هناك في شمال السودان. نحن القاعدين في الاتحاد الاوروبي اللي ندفن وين؟ القاعدين في امريكا وكندا واسرائيل اللي ندفن وين؟ الدفن هنا بقروش. وسنه لو ما دفن طوالي شنو يشيلوا اظافر ذي بيحرقوها. طيب يعني الارض لا نحن محتاج وهويتنا بمثلنا وبمثل هويتنا وبمثل الناس القاعدين في الخرطوم في القضاري لانه عندهم حق المواطن البلد ما ينفصل. وكمان بمثل الناس القاعدين في تشاف برضه ما تنسوا في مصر وكذا وعلى ام جر. يعني ده خطر على مش على حياتنا وعلى مماتنا. يعني نحن محتاجين للارض ده حيين وميتين ومحتاجين للجيل الحاضر ومحتاجين نثبت دارفور عشان ناسنا القاعدين في القضاري وناسنا القاعدين في الخرطوم وفي كسرى وفي الجزيره كمان عشان يكون عندهم حق المواطنه ويسكنوا يقودوا. يعني لكن هم يعني في ناس اغبياء ما قادرين يفهموا الكلام ده. ضربنا لهم مثلا بجنوب السودان ما قدروا يفهموا انا ما اعرف يعني. احنا منكم اذا الاودي ساعدوا اهلكم عشان الناس يستلوا ويحموا نفسهم. ثبت دارفور انت بتثبت هناك ما ثبت والله انت بتاكلها. تفضل. لا كلامك صح كلامك دي الحاصل اصلا يعني الناس لو تفهم يعني الناس تشيل سلاح وتدافع عن ارضها وارضها يعني واي حاجه يعني ما في داعي يعني حاجه اللي احس ماشيه دي خلاص يعني بلد انتهى خلاص خالص. الليله يقتلوا في الفور وداجوا ومساليت وبكره نحن نعاني من جود وبكره حيرجعوا يقتلوا ثاني قبيله ثاني والناس يعني يومين تبكي وترجع ترقد ثاني. يعني موضوع كده يعني ماشي ضايع جدا يعني سنين يعني الناس تبكي بس سنين الناس تبكي بس ليه يعني؟ الناس ما قادر تفهم شيلوا سلاح بقتلك ده اقتله والباكل حقك اكل حقه الناس ما قادر تاكل ليه هسه ما قادر تاكل شنو يعني؟ الناس يعني ناس امورهم غريبه ذاتي يا كسل. لا لان قاعدين ندق فيهم شفتها الدق بتاع الدخن قاعدين نصحي رجالهم مرتين. الواحد بيجي بيتحمل شفته مرات بطلع في اللايف مرتين. يعني انت عارف انا هنسي بالمناسبه عشان اكون معك واضح انا والله قناه من دولار وقناه من اسمنتي وقناه من بنا وقناه من اي حاجه بس اللقمه اللي قاعد ادخلها في خشمي بس وشفت واصلا ما قاعد اياس
مره اقطع فيك زلط، مره انبذك، لانه بغضب. انا ذاتي انا ابن ادم، انا عندي التزامات غير اللايفات وغير النايت، وانا ذاتي يعني انا مخلوق من لحم ودم. انا مرات لما قاعد انبس ما قاعد انبس من فراغ، لانه غضبان. كويس. وفي ناس لو مرتين بس انا زين اصحي الناس، زين رجاله كده بس مرتين بس انا زين اصحي. النوبه دي صحوا وقطعوا طريقهم وفاتوا وخلاص. لكن النوبه اسمع الكلام ده كويس، انا زين النوبه دي النسباني وعزتي قاعدين في اللايف وبصموا كلامي ده. اسمع كويس، النوبه دي لو البلد قالت كعب واستلموا البلد برام وما خدت يدك في يدهم، والله ممكن يكون اتعب من كذا. هذه خطتك والله يحكموك بيد من حديد لما تتكلف ذلك. لكن لو وقفت بيكون في دستور، بيكون في قوانين رادعه لاي زول. ما بقول لك يا زول البلد دي نحن حررناها برام، مرقنا الجنجاليد برام، انت ما كنتوا نايمين هاي تنداس ثاني ثاني دي بيقولوا. يعني مش يمشي يقتلوا في دارفور، لا 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 اكتروا في دارفور. لكن بقول لك لا، السلطه دي انت السلطه شفتها تقعد تهد بس، لكن فوق كده ده لا، ما عندك اي حاجه زول. انت نحن اكلنا باللي انت كنت اكلت معنا باللي. الكلام ده قالوا الجنوبيين لاخوانهم الجنوبيين اللي كانوا ساكنين في الخرطوم لما انفعتوا هناك. قالوا نحن لما كنا قاعدين نموت في البلد دي، انتم قاعدين كان قاعدين في الخرطوم وكان قاعدين في تيل بتاع امارات وجلابه ديل بيسيروا فوقهم في راس بتاعكم، فوق راس بتاعكم ماجوك ده، انتم محرسين، انتم راس بتاعكم ده راس ماجوك. انا كنت قاعد في الجنوب ردوهم ردي جت لما جو بعد الانفصال. هيا يا زول تفضل اخونا الثاني ده تفضل. والله كلام صحيح يا كسل، ده الحاصل زاد يا كسل. والله الناس بس خلاص يعني، الناس تصحى من النوم. في ناس صحت طبعا، الناس شالت سلاح وبيردوا وبيشيلوا حقهم، لكن نسبه يعني الناس ناس كثيره نايمه لسه. الناس يعني 70% و50% ولو بيجي كده خلاص يعني، الناس الجنوبي ده حيطلع من الدارفور خالص، وعموما السودان ذاته ما في حاجه اسمه دي حميتي ذات. لكن الناس يعني لسه يعني واحد راسه حامد وشنو ما عارفهم يا اخي، ما بيفهم ذاته خالص. ما هو المشكله انت ما المشكله الخم الخمر الحركات الخم الخموم ده. شوف ادم ده شاكلنا معه كم. ايوه شوف يعني انا اللي قدامك ده يعني لحظه كلام لسانه لحظه انا اللي قدامك ده يعني لحظه انا اللي قدامك ده اجيش اهلي اقول لهم امشي اقتل الفور؟ لا 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 يمكن مستحيل. طيب لما اشتكلنا معهم ليه؟ لانه كنا واثقين معهم. يا جماعه يا اخي مني دخل جزء من الزخاوه خمام بالخلف، اسجل الزخاوه فيه معامله كان باب جزء منهم كبير اتحرر وشال السلاح. عبد الواحد دخل جزء من الفور، الفور ياخذ لك امشي عايلين تعبانين مشلعتين مقطعين قاعدين يدقوا طوب، ده واقع ولا ما واقع؟ حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. قال لا لا انت قطعت فيه مظلات وكوبري ومجاري واي حاجه ثانيه. ليه؟ انا ما قصدي انه انا داير انبسهم ولا داير اسيهم ولا داير احاربهم ولا داير هم اصحاب فواكير واصحاب ارض وما في اي عليهم غبار وسودانيين واي حاجه ثانيه. تمام؟ لكن ليه؟ عشان انت البرنامج اللي ماشي فيه ده غلط. ليه؟ اول حاجه نحن عندنا قريب بشليون ثقافه في السودان. فانت يعني انا قعدت في الشمال، فانت لو ما قعدت في الشمال فما تفهم السياسه بتاع الدوله. هو ما واضح. فانا اوريك انه انا قعدت في الشمال وشمشمت ريحتهم كنت بعرف. والله لو في واحد شطر كلمه بس يتكلم، جاء في التلفزيون يتكلم شطر كلمه بس قال قبالي تم الباقي. انا بعرف الزول ده بأجنه وبخبسه من عيونه من طريقه كلامه بحلله من تهي. انا زمان التلفزيون ابيض لابوي قاعد اقول له شفت الترابي ده؟ والله منافق. ابوي كان طبعا يعني هو تابع لحزب الامه بلبس طاقيه الطويله دي كويس. المهم الطاقيه دي بتاعته الحمد لله ابوي ما اتحركناه. والمهم فما كان بيقبل في الترابي كويس. انا بقول له والله ابويا الترابي ده منافق ودجال وحقير جدا، لانه هو براو في الكلام وما ما ما ممكن ده ابن ادم كلام الله من فهم. شنو يعني بكلام ما بنفهم شنو يعني؟ يقول لك والله بعرف لغه فرنسيه جينا فرنسا. المشكله وين يعني؟ لو حتى انا اتعلمت اللغه الفرنسيه نسبه 100% يعني هسه لما نمشي اتكلم مع الناس ما بفهموني يعني؟ ده كلام فارغ ساكت، كلام فضفاض ساكت. المهم ففي هنا ازدواجيه بتاعت معايير هنا في المحل ده. فانت
كونك انت ما لفيت وحتى لو قلت قاعد في الخرطوم لكن ما اتعمقت جوا كده وقعدت مع الناس دي انت في الخرطوم ده قاعد في زقلونا وطردونا وشتتونا وما عارف بتاعه ولا حاج يوسف ولا المهم قاعد هناك